لو موتيف اللي مقترحين عليكم اليوم هو هذاك اللي ما كتلاحظين، هذا هو لو موتيف انيسيال، اون فلور فيها 8 بيتال. ممكن تخدميها هكا صغيره، ممكن تخدمي غير لو سونغ كيعطي هذا الشكل زوين حتى هو، اولا بهذه الطريقه. نبداو بسم الله. كتحتاجي لجوج الالوان ديال الحرير، كتحتاجي لجوج الالوان ديال الحرير اولا الحرير الرصق اللي كما كتشوفي هنا في هذا الموديل. بسم الله كنمونطيو اون شين ديال دي مايون لير، 5 6 7 8 9 10. واحد لا ماي اون لير كتخدمي هنا 24 ماي ساغي، 1 2 3 4. كتستمري كتعمري هذه الدائره كلها كديري فيها 24 ماي ساغي. نتلاقاو من بعد ما نكمل هذا الدور الاول. هنا انا كملت 24 ديال نص غرزه، غادي نسد في الاولانيه، غنسد بواحد لاماي كولي، غادي نمونطي 8 شين 8 ماي اون لير، 4 5 6 7 8. غادي نفوت جوج ديال لي ماي سيغي وغندير اون بغيت بحال هكا، 5 ديال لي ماي اون لير وغنفوت جوج ديال لي ماي سيغي وغادي ندير اون بغيت. كنستمر بحال هكذا بهذه الطريقه، 5 ديال لي ماي اون لير وكنفوت جوج ديال لي ماي سيغي وكندير اون بغيت. غيخرجوا ليا هاد لي زارك، غيخرجوا فيهم 8 ديال لي زارك. من بعد ما كملت غنجي للفوق ديال لي 3، هاد لي 3 مايون لير الفوقانيه ديالهم، وغندير اون ماي كولي، غندير اون مايون لير، غندير واحد لا ماي سيغي وغندير 8 ديال لي مايون لير. هنا فوق هاد لا بغيت غندير اون ماي سيغي بحال هكا، فوق من لا بغيت غادي ندير اون ماي سيغي، وغادي نستمر بهذه الطريقه. نتلاقاو من بعد ما نكمل الدور. انا كملت الدور، غنجي لهاد لا ماي سيغي غندير اون ماي كولي. انا كملت الدور ديالي الثالث، دابا نبداو الرابع. اون ماي اون لير في كل اخك من هادو، في هادو كنخدمو 13 ديال لي ماي سيغي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هنا كنديرو في هنا في التحت ماشي في الفوق، كنديرو اون ماي كولي بحال هكا. نفس الشيء بالنسبه لهاد لاخك حتى هو كنخدمو فيه 13 ديال لي ماي سيغي. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12
13. ديما في التحت كنديرو اون ماي ساغي، اون ماي كولي بلوتو. بحال هاد الطريقه كنستمر حتى كنكمل الدور ديالي. هنا من بعد ما كملت هذا الدور سديت هنا ب اون ماي كولي. الا كنتي بغيتي بحال هاد لو موتيف هنا غادي تقطعي الخيط، كنتي بغيتي بحال هاد الصغيور غتقطعي الخيط في الدور اللي قبل من هدف هنا، غديري غير اللور الدور الاول والثاني وغادي تقطعي الخيط صافي. ندوزو دابا باش نشوفو كيفاش نصايبو هذا. غديري 8 ديال سنيسلات، 1 2 3 4 5 6 7 8. غديري جوج دلويات حيت غادي نخدمو دوبل بغيت، غادي تحسبي 6 و7 هي فاش غادي تضربي يعني اللي في الوسط. غتخدمي الاولى وما تسديهاش، الثانيه وما تسديهاش، الثالثه مسدوداش حتى هي، والرابعه حتى هي ما مسدوداش. غتسديهم مجموعين ملي تخدمي اربعه. نفس الشيء غادي ديري 8 ديال لي مايغولير، 3 4 5 6 7 8. هنا كديري اون ماي كولي وغادي تخدمي 8 عاوتاني ديال 1 2 3 4 5 6 7 8، اون شين ديال 8 ديال لي مايغولير. ديما في 7 كتخدمي بحال هادو، ربعة ديال لي دوبل بغيد، ها الاولى الثانيه ما مسدودينش، الثالثه الرابعه نفس الشيء. عاوتاني كديري 8 ديال لي مايغولير، هنا اون ماي ساغي، وكتستمري بحال هكا في هاد العملية الدور كله كتكملي بحال هكا. دابا حنا كنصايبو في هادو. هنا من بعد ما كملت الدور ما قبل الأخير غنسد هنا بأون ماي كولي وغنعمر هاد لاخك سويفون باردون. بحال هكا دابا غنعمر هاد لاخك، هدا غندير فيه 13 ديال لي ماي ساغي، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كندير الاولانيه في لاخك سويفون، هذا كندير 6 ديال لي مايغولير، كندخل الكروشي في لاماي اللي قبل من هادي فاش خدامه انا، وكندير وكنطاش الفيل هنا بحال هاد الطريقه، واحد السنيسله كندير دي ماي ساغي، كنعمر هاد الدائره بلي ماي ساغي، تقريبا 9 اللي غادي يدخلوا ليا هنا، 3 4 5 6 7 8 9. فوالا هنا وحده كاينه درناها واحد نص غرزه، دابا غنزيدو 12.
التانية، تالتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اتناش. لا بروميير بيتال احنا كملناها، ندوزو دابا نصايبو الاخرين، بقاو لينا سبعة ونتلاقاو من بعد ما كملت الدور النهائي. هنا ملي كملت الدور النهائي ديالي غادي نسد هنا ب اون ماي كولي وغادي نقطع الخيط، هكذا غادي نكون كملت لاباز ديالي. غنقطع الخيط انا، هادي راه صلحتها. نتوما ملي تكملوا تقدروا تخليو حتى دوزو تخليه هنا في الوسط، عاد ديك الساعه تصلحوا هاد الخيط، خصو يدخل بليبرا ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش نديروا لهاد الزواق اللي في الداخل. دابا غندوزو للمرحله الاخيره اللي هي الزواق ديال السقلي في لو سونتر، غنديروه هنا بحال هذا. ركزي معايا، عندنا الدور الثاني فيه اون بغي دو 5 مايون لير، اون بغي دو 5 مايون لير، غادي نمشيو لهاد لاخ. هو فاش غادي نخدمو، هو فاش غنبداو الخدمه، غنديرو جوج د السنيسلات، واحد جوج، وغنديرو تسعود ديال لي بغيد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. الخيط ديال البداية ديما تنخدمو عليه بحال هكا. دابا غادي نرجعو لابغيد هاجي اللي قبل من هاد لاخت، هادي هي فاش غادي نخدمو دابا، غنديرو فيها سبعة ديال لي بغيد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. بحال هكذا كنخدمو في لاخك، عاد كنرجعو لابغيد. غادي نجيو لاخك سويفون، هذا خدمناه، غندوزو لهذا غنديرو فيه واحد نص غرزة اون ماي سيغي بحال هكا، جوج د سنيسلات و تسعود ديال لي بغيد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعود. دابا غادي نرجعو لهاد لابغيد بريسيدونت اللي قبل، هادي هي فاش غنخدمو سبعة ديال لي بغيد بحال هاد الطريقة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة.
غندوزو لهاد لاخك هذا هو غنديرو فيه نص غرزة عاوتاني دو مايا اون لاغ و تسعود ديال لي بغيت. كنستمرو بهاد الطريقة، تسعود هنا و سبعة هنا، تسعود هنا و سبعة هنا، تسعود سبعة حتى كنكملو. غنتلاقاو باش نشوفو النتيجة النهائية. هنا من بعد ما كملت الدور الاخير ديالي ديال الصقل اللي فيه الزواق، غادي نجي لاباز هنا لدوك الى عقلتو دوك لي مايون لاغ، وغندير اون ماي كولي. غادي نقطع الخيط وندخلو بالابرة، وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. الشكل النهائي هو هذا من بعد ما دخلت الخيط اللي بقى ليا في الاخر ديال الصقلي. ممكن تزيدي تزيني هاد لو موتيف، تزيدي هنا في هاد لي زيكستريميتي، تزيدي دي بارل بحال هكا بحال هادو، تزيديهم هنا اولا العقيق. وهنا تقدري تحطي حجيره بحال هكا، تخيطيها. ها هما اقتراحات. هنا عندنا الجوهر، كاينين هنا الحجيرات صغيورين ملونين ولا لون واحد كما بغيتي، كاين حجيرات بحال هكا ولا هكا. كنتمنى يكون عجبك هذا الدرس ديال اليوم. من بعد انا غنوريك اقتراحات ديال كيفاش صوبت هاد الوريضات في القفطان المغربي. بسلامة عليكم، الى فرصه اخرى ان شاء الله مع توتوريال جديد من تركواز. كانت معكم اليوم مريم، شكرا وبسلامه.